في البداية كنشكر قناة شوف تي في اللي شرفتنا بهذه الاستضافة للتحدث عن هذا المرض اللي بدا كينتشر لما يسمى بالكورونا فيروس اللي سموه الكوفيد 19 اللي هو ظهر في شهر ديسمبر الماضي بالصين. وهو اصلا دوك فيروس اللي سموه الكورونا لانه كيشبه لا كورون يعني شي تاج، وهو اصلا الاصل ديالو الحيوان. وكنعرفوا يعني كاين فيروسات اللي كتكون عند الانسان وعند الحيوان، كاين اللي هي الجينوم ديالها او الوراثه ديالها عطاتها بانها كتعيش عند الانسان، وكاين اللي كتعيش عند الحيوان. ولكن بعض المرات كطرى شي طفره في الجينوم ديالها وفي الوراثه ديالها، وكيولي هذاك الفيروس اللي هو اصلا كان معد باش يسكن عند الحيوان ولا كينتقل الانسان، وبالتالي كيقدر كيولي كينتقل من انسان لانسان. وهذا ما جرى بالنسبه لهذا الفيروس ديال الكورونا فيروس اللي هو اصلا ظهر في واحد السوق اللي فيها بيع الحيوانات بمدينه يوهان بالصين الشعبيه، وبعدها بدا كينتقل. المشكله ديالو بانه يعني العدوى ديالو نسبيا قويه، لانه كيقدر مثلا انسان لا كان عنده الفيروس كيقدر ينقلو على الاقل مع عند جوج حتى ثلاثه الاشخاص بسهوله. وهذا مثلا قارناه بلا غريب العاديه اللي هو كنسميو الزكام، الزكام كيقدر واحد يلا كينقلو الانسان واحد، اما الكورونا كيقدر ينقلوا من جوج حتى ثلاثه الانسان. وهذا بالتالي كنشوفوه هذا الانتشار السريع ديالو بهذا السبب، لانه كتسمى لا كونتاجيوزيتي او ما يسمى بالعدوى، سرعه العدوى. سرعه العدوى جد مطعمه. مثلا خدينا بوحمرون، بوحمرون كيوصل حتى 12 حتى 18 وليد عنده بوحمرون ان شاء الله كخاش يقدر يعادي 12 واحد. دونك اكثر بوحمرون اكثر من هذا الفيروس ديال الكورونا. ولكن بالتالي كيبقى المشكله ديالو علاش كيعدي الناس بزاف، لانه كيقدر يعدي الناس قبل ما كتظهر في هذا الانسان العلامات ديال المرض. مثلا كان شي واحد مريض وما كيبدا يعدي الناس حتى كيولي عنده السخانه وكيكحب وكيعطس، هذا راه قضيته سهله، لانه ملي كيبدا المرض كنقولوا عرفناه كنحبسوه. المشكله ديال الكورونا فيروس انه الانسان باقي ما بداش فيه الاعراض وكيكون معدي. هذا علاش كنشوفوا ناس مثلا كتقدر بلا ما كيقول لك راه ما شفت شي واحد اللي مريض وانا مرضت، ولكن راه هذاك اللي مشيه منك ملي مشيش هذيك ملي شتيه وعداك راه من بعد خمس ايام ست ايام عاد هو ظهروا فيه الاعراض، وبالتالي دوك العدوى كتنتقل. السؤال المطروح كنقولوا الناس كتخاف، واش اي واحد منا غادي يخاف من هذا الفيروس ولا لا؟ لا، ماشي بالضروره، لانه الناس اللي كتكون عندهم هاد يعني كيتصابوا بهاد الفيروس او الكورونا فيروس 80% تقريبا كتجيهم اعراض جد بسيطه، زكام، نيف كيسيل، شويه العطيش، شويه الكحبه، شويه هادي، داكشي بسيط بزاف. ولكن 20% من الناس اللي غادي يتصابوا بالكورونا فيروس غادي يتصابوا باعراض شويه قويه، يعني غادي سعال كثير وسخانه كثيره وواحد يعني العضل كيضرهم العضلات ديالهم الى اخره، يعني كتكون لي سامبتوم شويه كما الاعراض شويه قويه. وواحد 20% يعني واحد من خمسه، ولكن 2.3 او 2.5% غادي يقدروا يموتوا بسبب هذا المرض. اذا 80% الاعراض غتجي خفيفه، 20% الاعراض غتجي تقريبا قويه، ونقول واحد 2-3% غادي يقدر يتصابوا، يعني يقدر الانسان يتوفى بسبب هذا المرض. شكون اللي كيقدر يتوفى بسبب هذا المرض؟ ما يسمى بلي جون فراجيليزي، او الناس اللي عندهم واحد الضعف بين قوسين في الصحه ديالهم. شكون هما؟ كاين جوج الانواع، كاين الناس اللي المسنين اللي فيتين نقولوا بغينا نقولوا ذاك المعدل ديال 75 سنه، وكاين الناس اللي عندهم غير مسن ولكن مصاب بواحد الامراض اللي كتجعل المناعه ديالهم ضعيفه، وبالتالي كيقدروا يموتوا بهذا الشيء. منهم الناس اللي عندهم داء السكري ويكون ما مقاش، الناس اللي عندهم السيغوزيف وما يشمع تشمع الكبد، الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدمي واثر عندهم شويه على القلب ديالهم، الناس اللي عندهم امراض القلب. هادو بعض الامراض اللي هما عندهم علاقه بالضعف ديال الانسان وكتجعلو يكون شويه فراجيل، وبالتالي ملي كيجي المرض، لانه فين العضو اللي كيتاثر به بزاف وكيتسمى بالوفاه هو الجهاز التنفسي، لانه كيعطيهم التهاب حاد في الرئتين. وبالتالي الا كان هذا الانسان المناعه ديالو ضعيفه او كان عنده امراض اللي جعلته اصلا البنيه ديالو ماشي صحيحه كيقدر يتوفى بهذا المرض. دونك هذا هو بعجاله تقريبا المرض منين جا والاعراض ديالو. اما الاعراض ديالو كما عارفين هو مثل الزكام، يعني النيف كيسيل، شويه العطيش، شويه الكحبه، ويقدر ذاك السعال شويه قوى، وكيتصابوا يعني التهاب في الرئتين، وبالتالي كيقدر دونك هذا ويقدر تكون حتى اعراض عند بالنسبه للجهاز الهضمي.
يعني دياغي واني سميتو الالم في البطن الى يعني بعض الاعراض نهدنا، ولكن اكثر يا اعراض عندها علاقه بالجهاز التنفسي. الانسان ملي كيتصاب مثلا مثلا واحد اليوم تلاقى مع شي واحد اللي عنده المرض وعطاه يعني دوز ليه الفيروس، شحال تقريبا من يوم غادي باش غادي يظهر المرض؟ كترى واحد الفتره ما يسمى بالانكوباسيون باش هذا الفيروس يبدا يعطي الاعراض ديالو ما بين يومين الى 14 يوم، يعني ما بين يومين حتى الاسبوعين كيقدر غادي يبان هذا المرض. وبالتالي كما قلنا بانه الخطوره ديال هذا المرض انه العدوى كتقدر تكون ماشي انه الانسان يكون تيمرض وهو يلا حامل الفيروس، من بعد يومين هو باقي ما مرض ما والو والمرض غادي يظهر مثلا 10 ايام راه بدا كيقدر كيعدي في الناس. وهنا غادي نقولوا اشنو خصو الانسان في هذا الوقت ديالنا، اش من وقايه خصو يتبناها. من الاحسن الانسان يتفادى الان اي تجمعات اللي هي فيها الناس بزاف، لانه قد ما كانوا الناس بزاف قد ما كان بين قوسين لو ريسك انه واحد منهم يكون مريض وبالتالي كيقدر يدوز المرض الناس، وخصوصا الاماكن بين قوسين اللي هي مسدوده، مقاهي اللي هي مسدوده وكذا، لانه الفيروس كما الانسان يعطى جمرات ولا ثلاثه انه العدوى باش كتكون بهذاك من الانسان كيعطس او كيكحب كتخرج واحد النقيطات صغيره ديال اللعاب ديالو ديال الدفال ديالو اللي هي محمله بهذاك الفيروس، وبالتالي الانسان اللي هو امامه كيقدر يستنشقها، وملي كيستنشقها كيدخل الفيروس للرئتين ديالو الحق ديالو كذا كذا وكتجي العدوى. هذه الطرق هو من الطريق يعني الاسرع والاقوى والمشهور بالنسبه للعدوى. الطريق الثاني كيقدر الانسان مثلا لا 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 كان كيمسح مثلا الانفين ديالو كذا وعنده العدوى يقدر يسلم يصافح واحد الانسان، وبالتالي ملي غادي يلمس ليه اليد ديالو غادي يقدر يدوز ليه هذاك سميتو الفيروس اليد ديالو، حتى هو يسفي انه يهز اليد ديالو يحطها على الانف ديالو العين ديالو كذا كذا كيدخل الفيروس. اذا خصنا نتفادوا انه الانسان لا سلم على شي واحد، وخصوصا لا حسينا بانه كاين شمر ديما نغسلوا يدينا. والناس اللي هما مثلا مصابين بولو واحد النزله خفيفه ديال البرد من يدري ان يكون عنده المرض، مزيان يكون هاز معاه مشاورات اون بابي فين ما بغى يعطس ولا يكحب يدير هذاك المشوار اون بابي على الوجه ديالو على النيف ديالو على الفم ديالو باش ما يخليش كما قلنا دوك النقاط ديال اللعاب ديالو تسني تمشي للهواء. وان فوا دارها خصو يلوحها في واحد يعني البلاصه اللي هي مخصصه لهذا النفايات باش ما يمكن. والانسان مثلا ما كانش هاز معاه لا مشوار على الاقل كيهز يدو وكيمشي كيكحب وكيف سميتو في التنيه ديال الكود ديالو يعني في المرفق ديالو خص يحبس شي حاجه باش ما يخليش كما قلنا دوك النقيطات ديال سميتو ديال اللعاب ديالو تسرب في الهواء. دونك هذه بعجاله تقريبا يعني التعريف بالمرض والكونتاجيوسيتي ديالو والانتقال ديالو هذه. ولا كان يعني ربما شي يعني ملاحظات اخرى يمكن يعني كاين شي علاج للمرض لحد الان كيتسمى تريتمون سيمبتوماتيك يعني معالجه الاعراض، عنده سخانه عطيه شويه سخانه، قل لي شويه الاكسجين عطيه شويه الاكسجين، عنده شي التهاب عطيه شي حاجه مضاده للالتهاب. اما دواء او لقاح سبيسيفيك يعني خاص بهذا الفيروس لحد الان غير متوفر. لا لا هو يعني مرض اللي كيجي كيدوز فتره ديالو كيمشي بحاله من خلال ايام الى اسبوعين كيفضي كيمشي. لا انا كما قلنا في الاول دوك تقريبا راه عالين لا ماجوريتي ديال الناس يعني 80% الاعراض خفيفه بحال شي نزله برد عاديه، وحتى تقريبا نقول 21% كتجي نزله برد قويه جدا واعراض يعني صعيبه خصوصا على صعيد الجهاز التنفسي، ونسبه الوفيات تشكل 2.3%. ولا بغينا نرجعوا واحد المقارنه لقارناه بلو سارس اللي كان جا في الشينوا اللي هو تا هو واحد الكورونا فيروس اللي كان جا 2003 2004 تا هو في الشينوا، كان نسبه الوفيات ديالو 15%، ماشي 2.3 ولا 2 سميتو، اقوى بكثير جدا. واللي كان في العربيه السعوديه الثانيه اللي جا في 2012 لو مارس كان كيقتل 30%، لا مرضوا ثلاثه الناس واحد منهم غادي يموت. يعني كيتسماو كان فيروس هذوك اقوى منه بكثير، ومني كتجي القوه ديالو انه كثير التكاثر، ملي كيدخل الذات كيتكاثر بواحد الشكل رهيب جدا، وبالتالي كيدير دي ديكا كاتاستروفيك في الذات ديالو وكيقتل. اذا راه كيبقى الكورونا فيروس راه بين قوسين لطيف جدا مقارنه بدوك اللي سبقوه في عام 2003 2004 ولا 2013، يعني كما قلنا السارس ولا الميرس. شكرا على هذه يعني هذه الملاحظه. صح لانه الانسان باش تكون عنده مناعه سليمه اصلا خاصه تكون عنده يمارس رياضه، رياضه مهمه جدا
كما الانسان اللي كان مرخي راه المناعه ديالو حتى هي غتكون مرخيه، الا كان كيدير رياضه ونشيط وقوي حتى الخلايا ديال المناعه كتكون تيها نشيطه وقويه وكما كن اون اليرت ديما حاضي انه الا دخل شي كور اترونجي سميتو، والتغذيه سليمه لانه الا خدينا تغذيه اللي شويه عوجه بين قوسين راه كتاثر على المناعه ديالنا وكتاثر على الامور ديالنا. دونك النوم خص يكون النوم يكون يعني مزيان، خص الانسان يشرب الماء بواحد الشكل قوي باش يكون هذاك اللافاج بين قوسين ديال الدات ديالو يكون مستمر. دونك الشرب ديال الماء يكون مزيان، الرياضه تكون ممارسه رياضه مزيانه، التغذيه تكون سليمه. دونك هذه امور صح يعني خاصها تكون باش الانسان يحافظ على المناعه ديالو، لانه اهم شيء عندنا اللي كندافعوا به الحياه ديالنا على ضد الميكروبات راه هي المناعه، ماشي الميكروبات وضد السرطانات كذلك. اذا كانت المناعه ضعفت كنوليو عرضه للامراض بين قوسين المعديه والسرطانات. لا هذا الشيء في الحقيقه هو خوف اللي هو نو جوستيفي كما كيقولوا، ما عندوش سميتو، لانه كما قلنا راه بحال اون غريب اللي جات شويه قويه، راه جات لا غريب اسبانيول في عام 2000 و دو لي زاني 1918 ولا شي حاجه، راه قتلت 17 مليون ديال البشر، اقوى بكثير شحال كان الساكنه. دونك هذيك الضراب عين قوسين وهذا فيروس جديد ما كيعرفوش لو كور ديالنا، ما عندوش مناعه، ولكن راه بصفه عامه كلنا بين قوسين، هي كاين خاص الناس اللي عندهم امراض بين قوسين اللي هما كلي فراجيليز، والناس اللي هما عندهم سن معينه تكون الاحتياط اكثر بين قوسين، تكون قد ما انهم تفاداو يمشوا للاماكن العموميه قد ما كان احسن، وتكون ديما بين قوسين واحد النظافه مستمره، وقد ما يبعدوا من المسائل اللي يمكن تعديهم.